هذه الصورة التقطت في ميلانو الإيطالية، يظهر فيها زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم وهو يدعو الإيطاليين إلى الاستمرار في حياتهم اليومية بشكل عادي. الصورة نشرت بتاريخ 27 فبراير شباط. في ذلك الوقت كان عدد الحالات المصابة بكورونا كوفيد-19 يقارب 650، ولم يكن عدد الوفيات يتجاوز 20. وقبل ذلك بأيام قليلة فقط أعلنت إيطاليا عن أولى الإصابات المسجلة محلياً، وبعدها بيوم واحد سجلت حالة وفاة. There is absolutely no reason for panic. There is reason for solidarity for the two victims that we had for coronavirus in these weeks. تتالت الحالات بسرعة، وبدأ الفيروس بالتفشي في لومباردية، وهي منطقة شمال إيطاليا عاصمتها ميلانو. الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات طارئة وإغلاق مدن شمالية لحصر الانتشار، وبالتزامن مع ذلك بدأت بعض الدول تخشى قدوم مسافرين من إيطاليا وتحذر من الذهاب إلى البلد الذي صار بؤرة انتشار في أوروبا. لكن رد الحكومة وقتها كان مطمئناً. إيطاليا è un paese sicuro, è un paese su cui si può viaggiare, si può venire a fare del turismo. Ci sono alcune aree delimitatissime del nostro territorio che in questo momento abbiamo assoggettato a delle restrizioni per quanto riguarda anche la circolazione di persone. هل تذكرون هذا الرجل الذي تحدثنا عنه في بداية القصة؟ ظهر لاحقاً للإعلان عن إصابته بكوفيد-19، ومع تزايد الحالات وتنقلها بات أحد أكبر المخاوف مؤكداً. التفشي لا يهدد الشمال الإيطالي فقط، فبعد حوالي شهر من إعلان إيطاليا عن أولى الحالات تجاوز عدد الإصابات 53,000، وعدد الوفيات قارب 5,000 بمعدل ارتفاع يومي متزايد، بينما قدر عدد الحالات التي شفيت ب6,000. تراكمت التوابيت بسبب قائمة الدفن الطويلة، والجيش ينقل الجثامين إلى محارق في مناطق مختلفة بسبب العدد الكبير. فكيف خرجت الأمور عن السيطرة في إيطاليا؟ الوباء بدأ بالانتشار في مدن إيطاليا الشمالية، حيث توجد ميلانو، المدينة التي تعج بالحركة والمحرك الاقتصادي للبلاد، أي أنها مكان مساعد على الانتشار السريع. البعض يرجع الوضع الحالي في إيطاليا إلى ارتفاع متوسط أعمار المواطنين، بما أن إيطاليا تعد البلد الثاني عالمياً من حيث نسبة السكان المتقدمين في العمر بعد اليابان، لكن اليابان مثلاً لم تعرف تفشياً مماثلاً لحد الآن. وأضاف خبراء أن إيطاليا تتميز أيضاً بالترابط العائلي والثقافي بين الأجيال، أي بين الشباب وأقاربهم الأكبر سناً. وجهت انتقادات للمسؤولين في إيطاليا لتقليلهم من حجم الخطر والبطء في التعامل مع التفشي. لم يفرض الحجر في عموم البلاد إلا بعد تجاوز عتبة 9,000 إصابة مؤكدة، خطوة وصفت بالمتأخرة مقارنة مع سرعة انتشار الفيروس في البلاد. ضريبة التأخر في الاستجابة يدفعها النظام الصحي في إيطاليا. أطباء يجبرون على ترك المسنين للموت أو إرسال مصابين يعانون التهاباً رئوياً إلى منازلهم. النظام الصحي شمال إيطاليا بدأ ينهار، تماماً كما انهارت قوى هذه الممرضة في أحد مستشفيات لومباردية. ومن المرجح أن يتزايد هذا الضغط مع إصابة عدد أكبر من العاملين في المجال الطبي بسبب الظروف التي يجدون أنفسهم مجبرين على العمل فيها. النظام الصحي شمال إيطاليا يعتبر جيداً، لكنه لم يعد قادراً على استيعاب الأزمة. وهنا يدق الخبراء ناقوس الخطر، إذ إن تفشي الفيروس في مناطق فقيرة في الجنوب سيشكل كارثة أكبر. تعددت تفسيرات الوضع الحالي في إيطاليا، وهناك من يقول إنها مسألة حظ سيء لأن عددا من المصابين وصلوا إلى البلاد قبل غيرها، وإن إسبانيا مثلا تسير في نفس خط إيطاليا مع تزايد عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير. عموماً، تجربة إيطاليا أظهرت أن التأخر في عزل المصابين وتقييد حركة الناس وتطبيق إجراءات صارمة كان له ثمن باهظ، ولربما تتيح تجربتها رؤية أفضل لباقي الدول.